صارت شهيرة بهذا السبب. يا سلام. أن الحمية معها تفيد. يقول يا طويل العمر مشيت على الممشى الخفض السكر، حصلت أنا السكر بوسط الممشى. يا سلام. مشيت على الممشى الخفض السكر، حصلت أنا السكر بوسط الممشى. قعدت في الحمية كثير أفكر، يا ليت عينك بين ماضي عمشة. بالمناسبة والله يا أبو عبد المحسن صارت عمشة لما طلعت عيني، شوف الحاجة مو مرة واضحة لا فكذا. قعدت في الحمية كثيرة فكر، يا ليت عينك ابن ماضي عمشة. حبيت بالبيتين هذه ذكر بخطورة سهام العيون الرمشة، الواحد يغض بصره. ثم عدت بيتي والمزاج معكر، مما أنا منها حاذر واخشى. ثم عدت بيتي والمزاج معكر، مما أنا منها حاذر واخشى. عند الحديقة امش وانت مسكر عينك، وخل اذنك دواما طرشة. يا سلام. كذا لا من السمع ولا من الشوف. وكيف الطريقة دي؟ شلون تسوي تخليها كذا؟ اقول لك شغلة يعني. انا بعطيك حل، نشوف عقب ذا نستفيد منك طال عمرك. اي تفضل. وعند الحديقة امش وانت مسكر عينك وخل اذنك دواما طرشة، وحاول الى بيتك تعود مبكر من قبل ليلك على الحديقة يغشى. طبعا والليل اذا يغشى. يا سلام. سلامتك. صح لسانك. صح بدنك. ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك.